مشاهدينا، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامجنا حوار مع الكبار، وفقرتنا هتخص كل البنات علشان هيكون معانا أستاذة شروق السقا، متخصصة علاج وفرد الشعر بالكولاجين والفيلر والبوتكس والبروتين والترميم. بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، طبعا اهلا بيكي حضرتك وكل مشاهدي. منورانا النهارده، الله يخليكي، ده وانت نورك يا جايه رب. لنا طبعا بنصايح كتير ربنا يخليكي يا تخص رب. كل مشاكل الشعر بالنسبه للبنات. والله في البدايه كلميني عن بدايتك الاول. لا، بدايتي دي رحله طويله. انا بدأتي من قد ايه؟ يعني غاويه الموضوع من وانا عندي 12 سنه. 12 سنه 12 سنه ما شاء الله. فكانت هوايه بقى، وفضلت بقى انمي الهوايه، وبعد كده اشتغلت اونلاين فري من غير اي مكان خالص. بعد فترة تعب طبعا وتنقل من بلد لبلد ومكان لمكان، ما اخدت شاء الله كورسات وابتديت افتح مكان، والمكان بقى بيوتي سنتر الحمد لله. رحلة كفاح يعني الحمد لله ما شاء الله. الله طيب يخليك. قولي لنا الاول، البيوتي سنتر بتاعك بيقدم ايه؟ احنا عندنا يا ستي علاج بالكولاجين، وعلاج بالفيلر، وعلاج بالبوتاكس، وخلايا جذعية للشعر، جميل. وبروتينات بقى طبعا. بس هي الدنيا بتتطور يعني، هو كان الاول كرياتين، بعد كده بقى بروتين، بعد كده بقى كولاجين، بعد كده بقى فيلر، فكل مره الدنيا بتتحدث بنحدث نفسنا معاه. طيب في البداية طبعا هتكلمينا بقى عن جلسات الترميم والكولاجين والكلام ده، عرفينا علشان في بنات كتير ما تعرفش ده وما تعرفش تعمل ايه او تبدأ بايه. هو بيبقى يرجع لكل يعني كل بنوته او كل ست بيبقى لها شعر على معين حسب صحة شعرها يعني. بالظبط، فاحنا في من النقطه دي بنلعب. تمام فطبعا انا مش هجيب شعر افريقي هقوم جايه مدياله جلسه علاج، طب ما مش هيفرد، مش مفيش اي نتيجه لازم هتيجي ايه، معايا. ترميم ولا ايه؟ فبنبتدي ان احنا بقى ايه، نضيف على البروتين نسبه كولاجين معينه او نسبه تمام فيلر معينه او نسبه بوتوكس معينه، ونبتدي نعمل بقى ماكس معين كده. ده مشهور بالسنتر بتاعي يعني، مش اي حد سر بيعمل الصنعة، الماكسات دي. سر الصنعة. تمام مفيش حد يعني، مش كل الناس بتعمل الماكس ده، في ناس تمام بتفضل تشتغل كل حاجه لوحدها. لا، انا بحب اخلط يعني خلطه كده ماكس على بعضها، بتبقى على حسب نوعيه الشعر. لو الشعرية ضعيفه قدامي ببتدي ان انا ازود نسبه البوتاكس شويه، الفيلر شويه، اظبط الدنيا بتاعتي واحط نسبه فرد بسيطه. تمام تمام. اه طيب طبعا كلنا عارفين في بنات كتير تعرف ان البروتين ساعات بيكون ليه اضرار، ساعات بيكون اكيد غلط، في بنات بتخاف تاخد خطوه انها تعمل بروتين بالظبط، لشعرها. معاكي حق. فكلمينا بقى عن ده، عن البروتين واضراره. هو بس انا هقول نقطه بس مهمه الاول قبل ما اتفضلي. اتكلم، ان الناس بتروح مكان غلط. تمام يعني انا ما اروحش مكان مش متخصص، ما عندوش وعي، ما عندوش درايه واقول بوظ لي شعري او بالظبط، فهيديني مكوه حراره عاليه توقع شعري، ماده مش متظبطه، ماده رخيصه او مضروبه هتوقع شعري، وارجع اصب كل ده في قالب ان البروتين هو اللي بيوقع الشعر. لا لا خالص، في ناس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك شعرهم بيجي على البروتينات جدا، ممكن هم سامعيني وبيتفرجوا عليا دلوقتي، شعرهم بيجي ومتابعين معايا من السنه للسنه. تمام. انا ببقى مبهوره من النتيجه، انا ساعات ما بصدقش ان دي يعني دي نتيجه هو معقوله. مثلا اصلا يعني متوسط ان البروتين يقعد مثلا في الشعر او هو بيقعد وقت المفروض من ان قد هقول ايه لك بقى يا لايه؟ ستي، هو ده احنا يعني دي حاجه مش ربنا مدهنا يعني، دي طبعا حاجه اه عارف صناعيه. صناعية. تمام. فعشان دي حاجه صناعيه لازم قبل ما اخد الخطوه دي، قبل ما اي حد يفكر اعمل بروتين، اعرف ان انا همشي على النمط اللي هيخلي لي البروتين ده يعيش معايا اكتر وقت ولا لا، هبقى قده ولا ولا لا. لا لان البروتين دوت معلش سوري يعني، هو كان لطبقه معينه اه اوكي اللي هما الممثلين والفنانين والنجوم، صح ابتدى يدرك لينا احنا كطبقه متوسطه او كطبقه عاديه، فالكل بقى عايز يعمله عشان ده حلم كل ست، ان يبقى شعرها ناعم وجميل. تمام فتمام، قبل ما ابدا الخطوه انا مش عملت الجلسه وشكرا، لا 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 خالص. لازم هيبقى فيه مجموعه عنايه، لازم هيبقى فيه ترطيبات للشعرايه، حفاظ على الشعرايه، هتعامل معاه بطريقه معينه، هيقعد معايا سنه يعني تمام مده الفرد في الشعر. هو بروتيننا اصلا ما بيطلعش الا بالمقص، بالمقص بس لما تقصيه يطلع، بس الجديد بقى اللي بيطلع ده بتاع اللي ربنا هو الجذور. بالظبط. انا ماليش اه طبعا يعني ماليش في تدخل، ده مش بنغير جينات حد، صح انا بعالج المظهر الخارجي. تمام تمام. ما تبقاش العميله مثلا دافعه مبلغ وقدره في جلسه، وتيجي تقوم جايبه اي مجموعه عنايه بقى واديله بقى يعني استخدم اي حاجة بالظبط، بقى. فتبوظ بقى الدنيا. اه يعني بيكون بقى من خلالك في متابعة لده صح؟ بالظبط بالظبط. كل العملاء اللي معايا على الصفحه وعلى البيج وعلى الواتس، واتواصل معاهم لو في اي مشكله. هو اولا مشكله التساقط، ما احنا لسه بقى نتكلم، دي بقى مشكلة تانية، دي دي بقى مشكله كبيره انبات بتعاني الشعر منها كل الناس. والتساقط والكلام ده كله. بالظبط اه بالظبط. طيب كلمينا بقى عن تساقط الشعر وانبات الشعر والكلام ده كله. بصي يا ستي، هو التساقط كل الدنيا بتشتكي منه،
رجاله ستات اطفال كبار، كلنا بنعاني. ده من سوء تغذيه، من عوامل جو، من عوامل نفسيه، من ميه مش نظيفه. فكل الحاجات دي كلها ما عادش زي زمان بقى الخير بتاع زمان اللي احنا عارفينه. كل الحاجات دي عوامل نفسيه بتاثر علينا. ولو في قشره في الشعرايه ده اكيد كده وش الشعر بيقع، لان حلو. الفروه بتاعت الشعر بتفتح، المسام بتاعتها فتحت، فبالتالي بتاخد الشعرايه وتقع. تمام. فانا لو عندي قشره هبقى اوريدي خلاص عارفه ان انا شعري بيتسقط من القشره، يبقى لازم ان انا انضف القشره الاول طيب نعمل ايه واعالج بقى للقشره؟ كويس، ده سؤال القشره. برضه ابتدي القشره تجاوبي الاسئله من قبل ما اسالها. حلو، قولي لي بقى القشره دي نعمل فيها انا ايه؟ داخله على الهوا يا جماعه، والله ما اعرفش الاسئله ايه، انا اتفاجئت. لا ما تعرفش فعلا، يا لسه داخله. قولي لي احنا معانا مداخله الاول، معانا مين؟ الو، الو، ايوه ايوه انا اميره. اميره، اه اهلا بيك يا اميره. استاذه شروق، عاوزه استاذه شروق؟ كنت ايوه كنت عايزه استاذ شو. اه اتفضلي مع حضرتك، اتفضلي. هي اميره كنت عايزه بس اسالها عن شعري، بس يعني كل شهر تقريبا بقص اطراف الشعر كده من ده صحي جدا، صحي جدا جدا جدا، ان انت كل هما يفضل كمان يكون في الايام ايام القمريه قمريه. فتقصي يعني حاجه بسيطه كده من تحت تسويه، ده حلو قوي 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 قوي، بيجدد البصيله بتاعت الشعر ويخلي هو الشعر انا يطول. برضه لاحظت الفرق، هو شعري برضه بيطول، بس يعني كنت خايفه برضه لا يأثر على شعري بعد كده برضه في حاجه هي يعني. لا لا يعني لا انت لا لا بتسألي لا هل لا ده ده صحيح جميل او لا؟ جدا، جميل جدا، حلو قوي. طب وما فيش اي حاجه اللي يعني مثلا شعري برضه ايه بلولو كده يعني، مش عارفه عايزاه شعرها يبقى برضه مجعد مطرود تقريبا. كده. ده بقى بتبعتي صورة الشعر بتاعتك وانا بحدد لك بناء عليه ان كنا هنشتغل فرد ومعالج، ولا معالج وفرد، ولا الدنيا بتاعتك تبقى ايه نسب. هو ما فيش هيشان ولا حاجة يعني. تمام، يبقى هنكتر لك المواد المعالجة اكتر من الفرد. خلاص. طب والفرد دي ملوش اضرار يعني؟ اصل كنت لا لا سامعة لا لا، يعني احنا لسه امن متكلمين في النقطة دي. امن تماما 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 للحمل والاطفال وكل الدنيا. يا جماعة التساقط، لما الشعر بيتساقط احنا لينا في اليوم 100 شعرية بتقع. تمام، 100 شعراية، ده لازم. ده ده اساسي للشعر الطبيعي ولا ايه؟ للطبيعي، للطبيعي. كل يوم 100 شعرايه. بيعكس بقى لو انت عامله بروتين اوريدي هينزل بحاله، تمام. هتشوفي الكميات نازله كتير، هيتهيألك ان هي كتير، لكن هي نفس الكميه اللي انت بتسرحيها وتبقى مكلفته. انت فاهماني؟ يعني بس هو فهمتك. الفرق اللي عامل بروتين بيحس ان الشعر لس، اما اللي مش عامل بينزلهم كلفته كده، فبيبقى هو ده الفرق. انما تمام. احنا لينا كل يوم لازم 100 شعرايه تقع تجديد بصيله، عشان البصيله تتجدد تاني وتعمل حيويه تاني، فهيطلع غيره. تمام. بشكرك يا أميرة، ونرجع بقى لسؤالنا تاني، القشرة، علاج للقشرة. علاج وطبعا القشرة القشرة بتنتشر أكتر في في فصل الشتاء، الشتاء. في تمام. ستات كتير قوي معاها بتمشي معاها في فترة الشتاء، في فترة الشتاء بتبقى منتشرة جدا عندها. ده بيبقى عايز دكتور، دكتور. يعني عايز دكتور. احنا يعني انا كمتخصصة انا بعالج بخل تفاح، بعالج بشامبوهات خارجية، انما السبب الرئيسي للضعف بتاع الفروة ده بيبقى عايز دكتور. يعني ما هو مش كل حاجة هنقول ده، يعني ساعات ناس بتكلمني في صلع وراسي، طب انا مش دكتوره. صلع طبعا. يعني انا مش دكتوره، فانا بعالج الحاجات الخارجيه، فكل حاجه بتبقى لها حاجه. وفي ناس بيبقى عندها اكزيما في شعرها، الاكزيما تمام، دي هي اللي مسببه القشره. فده برضو عاوز دكتور. بالظبط طيب احنا بالظبط. عاوزين بقى نعرف من حضرتك وكل البنات كده، تعرف انك مع انك قدمت لنا نصايح كتير كويسه، ربنا يخليك. عاوزين نعرف منك الطريقه الصحيحه لغسل الشعر. تمام. هو غسل الشعر المفروض ما يبقاش الا مرتين في الاسبوع. تمام مرتين في الاسبوع. بالظبط. والستات برضو عشان يعني الحته دي بتبقى حساسه شويه عندهم، ثلاثه بالكتير. لازم مجموعه عنايه محترمه، تبقى ما فيهاش صوديومات. تمام. حتى اللي مش عامل بروتين يا جماعه، يعني حتى اللي مش عامل بروتين ما تسترخصوش، يعني الشعر ده حاجه مهمه جدا، بلاش نسترخص. بعمل الشامبو بتاعي، بستخدم الحمام كريم بتاعي او بستخدم بلسم بتاعي، وبعد كده بدهن سيرم. السيرم اخف انواع الزيوت، برضو الكلام ده للي عامل بروتين وللي مش عامل. تمام. ده اخف على الشعرايه من اي زيت تاني، فالسيرم خفيف. هدهن السيرم بتاعي. لا الاول اما اطلع من الحمام اخد شاوري، انشف شعري بالسشوار قوي قوي، تمام. وبعد كده ادهن الدهان بتاعي، بدات اسرح لان الشعر هو مبلول بيبقى في اضعف حالاته.
تمام فعلا صح، يعني في ناس سمعت ده بتطلع كتير، وتقوم جايه تك تك مسرحه فبينزل كله كله بينزل في المشط صح. وتبقى ضرت الشعرايه. لا انا انشف شوشوار ساخن سخن ساقع عادي، المهم نوصل لطريقه ان هو يكون نشف، تمام ادهن بقى دهاني واستمر. بس احاول بقى اقلل نسبه الغسيل، لو عايز اخد شاور كل يوم لحمام لجسمي اخد وارفعه ببونيه او ارفعه بكليبسايه، هتبقى الدنيا معايا مظبطه. طيب عاوزين نعرف من حضرتك، كان أميرة لسه مكلمانا وقالت بتقص شعرها كل شهر، عاوزين تمام. نتكلم بقى عن طرق قص الشعر وازاي الشعر يطول، الطرق الصحيحة يعني والطرق الصحية اللي البنات ما تعرفوش. الشعر بس المفروض قبل ما نرد معلش هناخد اتصال من أم عمر ونرجع لسؤالنا تاني. عليكم عليكم السلام. السلام. لو سمحت كان اول حاجه بس المدام شيرين. قولي يا أم عمر يا حبيبتي، عاملة ايه؟ وحشاني. الحمد لله تمام. انا بس والله كنت عايزه اشكرك جامد والله، وعايزه اقول لك فعلا ان حضرتك كان ليك فضل كبير عليا وعلى بنتي ما شاء من الله 4 سنين، كان ما كانش بيطلع لها شعر خالص، ربنا يخليكي يا ام عمر، ربنا يخليكي يا حبيبتي، وان شاء الله بالتوفيق ومن نجاح لنجاح يا رب يا رب يا حبيبتي، يا رب يا رب يا رب. يا ربنا رب معاك يا يا رب سيدي، يا حبيبتي. بنشكرك. حابه بشكرك كتير. ميرسي، تسلمي يا مع حبيبتي، الف تسلمي. سلامه. الفانز طبعا متوك. طبعا هنرجع بقى تاني لسؤالنا والطرق الصحيحة لقص الشعر والصحية طبعا. الطرق بقى ان احنا هنيجي في، يعني يفضل في الايام القمرية يوم تمام 15 هنبتدي، مش ضروري كل شهر، يعني كل شهرين ثلاثة على حسب نمو الشعر. تمام همسك أطراف بسيطة كده حوالي 5 سم 3 سم، هقصهم من تحت بطريقة تهذيبية، مش كده هقص كده، تمام هقص بدايرة كده. بنجيبه بقى لقدام كله ولا لا بنبص من لا لا مش الجنب شرط، يعني والجنب ده كله على حسب، لو انت عادي؟ هتستخدميه لنفسك في البيت اه يفضل حد يقص لك حد عشان يقص تبقى لي الدنيا صح؟ متظبطة، ما يبقاش في حتة ولا حتة قصيرة. تمام ولما تملي في القص ما تخليش كده، ما تخليش قرط كده، يعني خلي كده يدي فيليوم كده معاكي بطريقه ايه شكلها حلو. تمام إيه بالنسبه للكوفرات بقى شغلنا احنا بندرج وبنقص بنشيل التقصيفات اللي في الشعرايه. تمام طبعا احنا في نهاية فقرتنا عاوزين حضرتك تقدمي بقى نصايح للبنات للاهتمام والعناية بشعرهم. والله هو بيجي لي حالات انت مش متخيله، انا جالي مره حاله شعر خشابي، خشابي ده اللي انت هو سمعتي عنه بيبقى، قبل كده؟ سمعت شفت على الفيسبوك حالة اللي هو الشعر بيبقى يعني متشابك بيبقى قوي. متشابك في بعضه ومش عارف مش عارفه تسلكيه، ووصل لدرجه بقى ان هو شكل الخشب كده تدقي عليه كده، يعني ما بيبقاش من كتر الاهمال. إهمال اه طبعا مش نوع لا شعر لا لا يعني، لا اه طبعا إهمال هما اه في ناس بيقولوا ان هو حسد وفي ناس بيقولوا ان هو سحر، لا بس يرجع كل ده للاهمال، الشعريه كذا مره كذا مره فابتدت تتشابك في بعضها، ابتدت تعمل الجسم الخشابي اللي احنا بنقول عليه ده، فاهماني؟ تمام فيا جماعه يعني اتعاملوا مع الشعر ان هو حد حساس، يعني وده زنتك وده يعني هو ده اللي صح بتبين الست، صح فنتعامل معاه بطريقه حلوه، مش برضو الغرض ان انا عملته بروتين فانفرد فكده خلاص بقى. فخلاص بقى هو كده هيعيش لوحده، لا طبعا لا طبعا، كل حاجه لازم تتغذى، ولو ما اتغذتش اتعملت بطريقه صح بتسوق للأسوأ، صح ونرجع تاني نصب نقول ان نرجع البروتين تاني هو اللي ندمر عليه قوي الغلط، صح لا بالعكس بالعكس خالص، هم التقليق في البروتين من نسبة الفورمالينات. بس اعرف بس حاجة للناس، هو يعني ايه فورمالين؟ يعني انت حضرتك بتاكليه، بتاكلي فورمالين مش بتحطيه على شعرك بقى، لا انت بتاكليه، بتاكليه اه في جبنة رومي، بتاكليه في الجبنة الشيدر، بتاكليه في السلمون، بتاكليه في الحاجات المحفظات كلها فيها نسبة فورمالين. ايه هو الفورمالين؟ بيحفظ الحاجة لنسبة معينة، فلما بيتدخل في الشعر بيحفظ الشعرايه تمام لفتره معينه مفروده، ما هو مش سحر، يعني هو مش سحر. مش سحر إيه قلة اهتمام فاحنا ابتدينا بقى الشركات كلها ابتدت تتسابق ان يبقى النسب اقل والتعويض طبيعي، النسب اقل والتعويض التعويض طبيعي، طبيعي اه فاهماني؟ انا مع الجو ده كله اعيش بقى الشعريه بتاعتي في ترطيبات بقى باستمرار، بقى اغسل بقى بمجموعه عنايه حلوه، احط كريم، ما احط اهتم بشعرنا بمعنى بالظبط صح. بالظبط. طبعا انا بشكرك جدا ربنا وانتي غيرتي يخليكي، فكرتنا خالص عن انا اسعد البروتين، والله بيكي، بشكرك جدا. يعني ما اقولكيش قد ايه كنت عايزه اقابلك يعني يا رشا. ميرسي الله ليكي، وانا يخليكي طبعا حبيبتي، اتشرفت بيكي ونورتينا ربنا النهارده، يخليكي وبتمنى حبيبتي لك مزيد من التألق ان شاء ان الله. شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل.